انا احيي نفسي او ارحب نفسي عندكم وارحب نفسي بينكم اخواني واهلي وعشيرتي واصحابي وزملائي. احيي هالجمع المبارك واحيي هاليوم الفضيل اللي يعني يعتبر تاريخي. هو ملتقى اول بس ناجح بكل المقاييس، فيه روح عربيه طاغيه جدا، فيه انسانيه عاليه، فيه حب للتعاون المشترك، وفيه حب لانه نكون ان شاء الله يد واحده وقلب واحد. طبعا منظمه رائعه جدا، ويسعدنا ويشرفنا اننا نتكرم منها ونتعين كسفراء نوايا حسنه وسلام، ونتمنى ان شاء الله نخدم بلداننا واوطاننا والوطن العربي من هذا المنبر. ونشكر القائمين على هذا الكيان على ثقتهم العاليه فينا وعلى ثقتهم او على يعني رقيهم في التعاون والتعامل والاستضافه. اتمنى من كل قلبي ان نكون اضافه جميله جدا لكل كيان او كل قلب عربي او كل شخص او كل انسان في الوطن العربي. نتمنى اننا نخدم القضيه ونساهم في خدمه القضيه، والله ان شاء الله يوفقنا وان شاء الله يسر خطانا ان شاء الله، ومن نجاح في نجاح ومن تقدم تقدم، وكل سنه وكل العرب بألف خير.